إثنان وحسب الله ونعم الوكيل. مكان سقوط أحد البراميل هذا اليوم على مدينة 32/8/2014. لله الحمد لم يسقط هذا البرميل على أحد المنازل، ولكن سقط على هذا البستان. شاهدوا هذا الشجر الذي قام هذا البرميل بقطعه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الأشجار وحتى الحيوانات لا تسلم من هذا النظام المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل، مدينتنا.